السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. حضرتك شايفني شيخ؟ الصورة واضحة؟ شايف. صحيح، واضحة واضحة. تمام. قبل كده طلعت مع حضرتك واتكلمت حضرتك عن والدتي قبل كده اللي كانت رجليها وجعاها قبل كده. حضرتك قلت تمام. لي هي دلوقتي موجودة، كنت عاوزة حضرتك طيب تقرأ ايه؟ عليها. طيب والدتك ايه المشكلة اللي موجودة عندها؟ قبل كده دخلت الخلاء، يعني طولت في الخلاء شوية وما قالتش الدعاء، وبعد كده خرجت من الخلاء لقت إن رجليها فيها شيء بيتحرك وفي شيء واقف في الحوض. طيب لما ما لازال بالك الألم ده موجود عندها؟ بالذات لما بتروح تنام جنب والدي الألم بيزيد جامد، فبتضطر إن تلبس سرير وتيجي تنام هنا جنبي. طيب ماشي، اوكي. طيب خلاص، اوكي، خلينا نقول بسم الله. ما حضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام. الألم موجود عندك يعني في منطقة في جسمك وكده، صح؟ عندي يا شيخ وجع في منطقة الحوض جامد، وعندي إفرازات بطريقة غير عادية في الحدود، يعني ووجع جامد في فخذي بقى جامد. طيب ماشي، اوكي، قولي بسم الله. بسم الله. طيب اغمض عينك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الجماعه اللي موجودين، يعني ما مش عارف ايش الحل معاكم. يعني انتوا كفار، روحوا للمشركين، هتقعدوا مع بعض وتلعبوا مع بعض وهتتغذوا مع بعض وهتعيشوا حياه كويسه. لكن ايه الهدف ان احنا كل شويه نتعرض لجسد لا حول لي ولا قوه؟ ثم بعد ذلك ايه الفايده اللي انت واخدها؟ انا عارف ايه الفايده اللي انت واخدها، تمام، لكن يعني سبحان الله، لما يكون جسد مشرك كده في سويسرا ولا فرنسا ولا امريكا، انا عارف ان انتوا كلكم شياطين مع بعض، فانت لما تروح تعيش هناك افضل ما تعيش هنا في مصر يعني. فانت خد نفسك يا عم واخرج من الجسد وما ترجعش ليه مره تانية. ولو انت هتطلع ما فيش مشكله، اما لو انت مش هتطلع برضه ما فيش مشكله. ففي كل الحالات هتطلع ولا هتطلع؟ إذا كنت هتطلع فانزل للقدم اليسار الآن وتختفي جميع الآلام اللي موجودة في الجسد. أما إذا كنت هتطلع برضو، تمام، ومصمم إنك تطلع، هتنزل برضو للرجل اليسار وتطلع. اخترت إيه؟ رجلك الشمال الآن فيها رجة، صحيح؟ لا ايش مش حاسه بحاجه. طيب، ما حصلش الألم في رجلك الشمال، لكن الألم اللي موجود في الحوض في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت، تحس إن في نبض بيجري عندك؟ في نبض عندك؟ في حاله في الحوض جامد، وجع في الم، في الم جامد في الحوض. طيب، والألم ده لازال موجود بنفس الدرجة؟ لا حاسه بيقل بس بيتحرك، مش يعني ثابت في مكان واحد. طيب خلاص، أوكي، الأستاذ المفضل اللي موجود، خد نفسك للقدم اليسار. إن شاء الله، اللهم بارك. الأستاذ الموجود، خد نفسك واطلع للقدم اليسار. حاسه برضو وجع، حاسه بوجع في الحوض برضو بس جامد. طيب خلاص، أوكي، أمض عينك يا أستاذة وركز معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر.
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. يسحب كل من يسكن في الحوض الآن وانتقل للقدم اليسرى. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يخرج يا لا اخرج. الآلام اللي موجودة في الرحم اختفت صحيح؟ ارتفعت، بس حاسه عايز ارجع، حاسه اني عاوزه رجع استفرغ. استفرغي استفرغي. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يسحب هذا السحر الأعلى الآن. يسحب للأعلى يسحب 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 للأعلى واخرج من الفم الآن. يسحب للأعلى واخرج من الفم يسحب للأعلى واخرج من الفم يسحب للأعلى واخرج من الفم يسحب 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 للأعلى يسحب للأعلى يسحب أكثر يسحب أكثر يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى واخرج من الفم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الا تعلوا علي واتوني مسلمين. الا تعلوا علي واتوني مسلمين. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليمين اسفل. يدمر هذا السحر الان. يدمر هذا السحر ويخرج الآن. يدمر هذا السحر ويخرج الآن. يفتت 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 هذا السحر ويخرج الآن. يفتت ويخرج الآن. يسحب للأعلى. يسحب للأعلى. يسحب أكثر. يسحب أكثر. حضرتك رجعت يا حجة ولا؟ طيب رجع كمان. رجعت. طيب يسحب هذا السحر للأعلى. يسحب هذا السحر للأعلى. يسحب للأعلى 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 يسحب هذا السحر للأعلى. يسحب للأعلى 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 يسحب للأعلى. عبد الله يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب أكثر يسحب أكثر يسحب أكثر يسحب أكثر يسحب أكثر يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى يسحب للأعلى اسحب للأعلى اسحب للأعلى اسحب للأعلى اسحب للأعلى عشا اسحب للأعلى اسحب للأعلى قوم اسحب للأعلى اسحب للأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب يا أستاذة سمعني كويس؟ سامع حضرتك يا شيخ. طيب جميع الآلام اللي كانت موجودة عندك ايه اختفت نهائيا صحيح؟ جميع يا الآلام رب، اللي كانت موجودة عند أمك اختفت الحمد لله ما عادش فيها آلام. الحمد لله. بتقول الحمد لله يا شيخ. طيب إذا لما تخش الحمام معروف إن جميع الأسحار اللي بننصحرها بتكون يعني الشياطين لما تيجي تلبس الواحد بتلبسه في الحمام تمام؟ يعني لما يجي يخش في بيت من الإنسان بيخشوا في إيه وهو في الحمام. ومعروف ان بيت ابليس هو الحمام الخلاء. فانت لما تخش الحمام قول اعوذ بك ما بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وخش برجلك الايه الشمال وانت طالعه يعني خش لسه برجلك بتشوف. اليمين وانت طالعه بس ما حاول تذكر دايما يعني تمام. وبرضه كل حد بيسمعني لما يخش يخش بالشمال ويطلع يطلع باليمين عشان اللي هيخش الحمام وما يقولش دعاء الخلاء
لو اتلبس ما يلومش غير نفسه، ولو الشيطان دخل فيه ما يلومش غير نفسه. بس يا سيدتي الكريمة، إن شاء الرحمن تكون أمورك طيبة، شربيها سنة مكة لمدة 3 أيام، ولو فيها أي حاجة تانية إن شاء الرحمن تواصلوا معي وخليها تحصل نفسها بالأذكار للضرورة. طيب؟ بارك الله فيك. ثواني يا السلام شيخ، عليكم. ثواني يا شيخ، ثواني من فضلك، أيوه. ثواني. دلوقتي حضرتك قاعد بتقرأ على أمي وهي استفرغت، فأختي اللي جنبها استفرغت، وكذلك برضو تمام. المرة اللي فاتت حضرتك كنت قاعد بتقرأ عليها على أمي، كذلك أختي الصغيرة برضو بطنها وجعتها واستفرغت. دي قبل كده يا شيخ وقعت قبل كده في زي مية مش كويسة، قبل كده وقعت قبل كده في زروق مية نجسة يعني. بعد كده يا شيخ بقت بتخرج لوحدها بالليل من البيت وبتخلع هدومها، وحالتها ما عادتش كويسه خالص، ودلوقتي قاعده بتعيط وبطنها بتوجع. دايما لما بتيجي تقرا على امي بطنها بتوجع وبتستفرغ دايما يعني. قبل كده قرات على امي حضرتك؟ كم عمرها؟ 8 سنين. 8 سنين. طيب اديها لي. طيب اهي، ثواني يا شيخ. طيب حبيبي.